كان يوم السبت 6 شعبان 1406، كنت مناوبا، صليت المغرب في مسجد المستشفى، وبعد أن صليت بقليل اتصل بي الممرض وقال: يا دكتور، المريض الفلاني قد تعطل المغذي الذي في يده اليمنى، ونريدك أن تضع في يده اليسرى. فأتيته أسعى. هذا المريض يا أخوان وأخوات له عندنا 6 أشهر، 5 منها أكلمه ويكلمني، والشهر الأخير قد أغمي عليه إغماء تاما بسبب أن السرطان الذي في عضو من أعضائه انتقل إلى دماغه، فأصبح لا يحرك ساكنا. جئته وكان أعمى البصر، جئته فأخذت يده اليسرى أقلب فيها عرقا، فإذا بي مفاجأة. مين؟ خالد، الدكتور خالد. قلت: نعم. شو تدور؟ قلت: أدور عرق، أحط لك مغذي. قال: لا تدور، لا تتعب نفسك. قلت: ليش؟ قال: أنا ميت. قلت: لا، ما أنت ميت. وأنا أحاول، وكل محاولة رد علي: يا دكتور أنا ميت. قلت وأنا رد عليه: يا دكتور، يا خال، ما أنت ميت. وهو يقول: أنا ميت، وأرد أنا ميت ميت، وأحاول إبرة وراء إبرة وراء إبرة، إبرة وراء إبرة، إلى أن قال لي: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت: ما أنت ميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205، من الدور الثاني، من المبنى رقم 100، من المستشفى العسكري بالرياض. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها. أخواني أخواتي، ظهري قام كله، أحس إن ذولا وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين وجاء واحد خوفه خرعه؟ بل أمثلها بقطوة مسكوك عليها كل البيبان، وفيه ولد شقي يلحقها بيضربها أو يرجمها، تناقز يمين يسار، تبي مخرج. أنا أدور مخرج ما لقيته، أبى أطلع ما لقيته، أبى هرب ما أدري شو سوي. كل همي وينهم ذا الملائكة؟ عسى ما يأخذوني. وراي وقف، ما هي إلا ثواني وخرجت عليه بلطف يفضي بي لخلاص.